في تقارير رسمية بتقول إن انتهاك حقوق الملكية الفكرية بيكبد العالم خسائر سنوية حوالي 40 مليار دولار. تخيل أنت لو بتعمل أغنية، بتعمل فيلم، ومرة واحدة نزلته وكل الناس استفادت منه، هتنتج تاني؟ مش هتقدر تنتج تاني، عمر ده ما هيحصل. وقيس على ده بقى برامج هندسية، برامج طبية، كل هذه الأشياء. علشان كده الحكومة المصرية بتدعم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية علشان تخلق بيئة تجذب جميع الاستثمارات. ده حقيقي مصطفى، كمان عشان كده مصر أقرت الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية، واللي بتحظى باهتمام كبير جدا من الدولة المصرية، وبتسمح لمالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية إنه يستفيد من عمله واستثماره، وده طبعا بيشجع قيام الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، أيضا حماية المنتجات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك دكتورنا. يعني في البداية، إقرار مصر الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي بيلزمها بإيه في الداخل؟ خليني بس اشكر حضرتك على المداخله والاهتمام بموضوع الملكيه الفكريه اللي تعتبر ركيزه من ركائز الاقتصاد العالمي حاليا. طبعا لان في دول كثيره عالميه بيقوم اقتصادها على الركيزه الاولى كملكيه فكريه. اكيد. خلينا نقول ان التزامات مصر الدوليه اطرت عليها اتفاقيه دوليه اجريت سنه 1995، بموجبها مصر عدلت قوانينها الداخليه واعدت قانون موحد لحماية حقوق الملكية الفكرية، هو القانون رقم 280 لسنة 2002. وده اللي ألزم بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل مصر، وده لأهمية الحقوق الفكرية عالميا ووطنيا، لأن ده بيشجع الإبداع وبيعمل اقتصاد وطني قوي وبيأمن المستثمرين اللي بيجي يستثمروا على أرضك أو في داخل دولتك. لأن أي دولة بتيجي تستثمر دلوقتي أو بتعمل نشاط تجاري أو صناعي، أول ما تبحث عنه هو الدولة تحمي حقوق الملكية الفكرية أو لا. في حالة عدم حمايتها ده بيأثر على الاقتصاد الوطني وبيقلل كمان من الإبداع، لأن أي حماية حقوق الملكية الفكرية بتشجع المبدع والمبتكر إن هو يبدع نشاطه ويظهره للعلن ويقدر يستخدمه داخل السوق. صحيح. أصبح لزاما على الدولة وفاء لالتزاماتها الدولية إن هي تحمي حقوق الملكية الفكرية، وده بيتم بالفعل. طيب خلينا نعرف من حضرتك برضو البنود اللي بتنص عليها الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية. تمام. اولا يعني احنا يعني نادينا كتير جدا بحمايه حقوق الملكيه الفكريه من بدايه الالفينات، ولكن مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملكيه الفكريه واطلاق الاستراتيجيه نفسها، هي بتقيم على حتت محاور اهمها التوعيه بالملكيه الفكريه داخل المجتمع المصري. ومش كده وبس، لا، الاعتماد على الاختراعات الوطنيه وتنميتها ودعم المبتكرين والمبدعين وحمايه الملكيه الفكريه بكل صورها وكل انواعها. مش كده وبس، كمان ده تخصيص يعني هيئات مخصصه لكل فرع من فروع الملكيه الفكريه لحمايته متابعه تنفيذه والاستفاده من الاتفاقات المصريه ودعم المبدع والمبتكر داخل جمهوريه مصر العربيه. طيب الكلام على الارض مختلف عن اللي حضرتك بتقوله. انا النهارده لو عملت محل شاورما وسميته ابو مش عارف ايه ونجح، بكره هتلاقي فيه 30 محل شبهه. الارض حاجه واللي حضرتك بتقوله حاجه، اقنعني يا فندم. اللي احنا عندنا مشكله، عندنا برضو قله التوعيه. خلينا نبقى منصفين، يعني مش كل الناس عندها ده علم يغفل عنه الكثير. لان في ناس كتيره جدا بيبقى بتقع خطا لما تيجي تسجل حق من حقوق الملكيه الفكريه، بتيجي تكلمه او يجي لك في قضيه او يجي لك في مشكله عشان يستعلم منك او يستفسر منك اعمل ايه، يقول لك تقول له انت مسجل الحق الحقوق الملكيه الفكريه ده، يقول لك انا للاسف مسجله في الشهر العقاري. الشهر العقاري مش هو الجهه المنوط بها تسجيل حقوق الملكيه الفكريه. حقوق الملكيه الفكريه كل نوع وكل صف من الصف ونوع الملكيه الفكريه، سواء براءه اختراع، علامات تجاريه، مؤشر جغرافي، حق مؤلف، حق من حقوق المجاوره للمؤلف، كل حق من الحقوق دي لها مكان معين للتسجيل خاص بحمايه هذا النوع من انواع حقوق الملكيه الفكريه. فالناس بقى عندها خلط ما بين الجهه اللي مسؤوله عن حمايه حق الملكيه الفكريه والجهه الشهر العقاري، او ان هو ياخد عليه توقيع شهر عقاري، او ان هو يسجله في الشهر العقاري، لان الشهر العقاري مش هي الجهه المنوط بها تسجيل حقوق الملكيه الفكريه. فبالتالي احنا الناس عندها استخفاف شويه، عندها عدم اهميه، مع ان اللي بيسجل حق الحقوق الملكيه الفكريه وعامل عليه حمايه
كما نص عليها القانون ملكيه فكريه بيقدر يرجع على كل المعتديين، سواء هو بيدخل سلعته من بره مصر او بيستخدمها جوه مصر، او حتى لو بيستخدم اسمه التجاري وعلامته التجاريه في اي مكان. مش كده وبس، ده كمان بيرجع عليه بالتعويض اللي بيوصل لملايين. فاصبح خطوره الامر يعني لازم ناخد بالنا في عين الاعتبار بيها، ولازم نحمي التوعيه افضل. وكويس ان الدوله اطلقت الاستراتيجيه عشان نقدر نوصل لحمايه ونوصل لتوعيه ونوصل لدعم للمبتكر والمبدع ونحقق الهدف المرجو منه ان شاء الله. طيب يا فندم، يعني وزاره العدل تعاونت مع المنظمه العالميه للملكيه الفكريه، والحقيقه نشرت 16 حكم قضائي صادر من المحاكم المصريه في منازعات الملكيه الفكريه على المنصه الالكترونيه للمنظمه. شايف حضرتك ده ازاي بيعكس فكره الشفافيه وحمايه حقوق اصحاب العلامات التجاريه؟ طيب خليني اقول لحضرتك واضيف لحضرتك على كلامك كمان حاجه مهمه جدا. وزاره العدل اهتمت اهتمام بالغ بامر حقوق الملكيه الفكريه، لان كنا بنعاني فيما سبق من قله الخبرات وقله القضاه المتخصصين في هذا المجال. ولكن دلوقتي وزاره العدل حددت المحكمه الاقتصاديه للقبض في النزاعات الملكيه الفكريه. مش كده وبس، عمل القضاه متخصصين وعندهم علم وحاصلين على دبلومات ودكتوراه في هذا العلم. واضيف لحضرتك كمان ان هي بتشارك في ندوات دوليه بتنظمها المنظمه العالميه للملكيه الفكريه الوايبو، سواء داخليا او دوليا. فاصبح عندهم كوادر قضاه يقدر من خلال علمهم وخبرتهم ان هم يطلعوا احكام متخصصه في هذا المجال، وده اللي احنا بنشوفه على ارض الواقع دلوقتي، وده بيساهم في حاجات كتير جدا احنا كنا بنفتقدها زمان. يعني كنا بنفتقد ان انت قاضي يبقى متخصص يقدر يعمل لك فصل في حق من حقوق الملكيه الفكريه منتهك او مقرصا، فيقدر يعمل لحضرتك عليه حكم ويسببه، كنا بنفتقد ده. ولكن في الوقت الحالي احنا بنشوف طفره في هذا المجال وفي هذا القطاع اللي هو وزاره العدل بالتحديد. على اي حال احنا متفقين مع حضرتك، صحيح احنا خطينا خطوات، لكن ما زلنا بانتظار خطوات اكثر. اعتقد ده من اهم الاشياء اللي بتشجع الاستثمار. شكرا لك دكتور فرج الخلفاوي، استاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكيه الفكريه.